عرض خاص من إيران ومعمميها، أحضر مجلس عزاء بتربح معنا وجبة طعام شهية. هذا الشيء صار أمس بسوريا، الداخلين لمجلس العزاء حصلوا على الوجبات بطريقة كرنفالية بتوحي أنهم عم ياخذوا ميداليات بالأولمبيات. خلونا نتابع مع بعض. صلواتك عليه وعلى في هذه وليا وحافظا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مثل ما بنعرف أنه أي وجبة تقريباً بعد 30 ل 45 دقيقة بتبرد، ويمكن لهذا السبب كانت مدة العزاء نص ساعة نشوف فيها كيف اللي قاعدين حاطين قدامهم هالوجبات وناطرينه لحتى يخلص ويرجعوا على بيوتهم بالعشاء لعيالهم. من طقوس الطائفة الشيعية بعاشوراء توزيع الأكل وإقامة مجالس عزاء تستذكر معركة كربلاء اللي صارت بال 680 ميلادي. خلال المجلس الرادود أو المعمم بيحكي قصة معركة كربلاء بصوت بيجمع بين المصيبة والعزاء. هاي الطقوس نقلتها إيران مثل ما هي من العراق لسوريا اللي بيدعي فيها النظام أنه علماني وعم بيحارب الخرافة والجهل. إيران استغلت تدني المعيشة بسوريا وحاجة السوريين لنشر التشيع بمناطق بتسودها أغلبية دينية تانية. مرة بتعطي رواتب ومرة بتعرض وظائف وميزات كتيرة ممكن توصل لتسفيت الطرقات مثل ما عملت بالسيدة زينب مؤخرا. ماجد العباسي كتب تغريدة وقال فيها: جل الدول التي حكمت إيران منذ الاحتلال الصفوي 907 هجري مارست سياسة التشيع على الشعب أشد الدولة الصفوية الأم ثم النظام الحالي، ولكنها بطريقة ذكية جدا، وكذلك الدولة القاجرية. أما الدولة البهلوية فهي لم تكن طائفية، بالتالي تغيرت نسبة السنة خلال 5 قرون من 90% تقريبا إلى أقل من 30%. تغريدة من ناجي أيضاً بتقول: إخواتنا المحرومين الشيعة خلال عاشوراء بنيجيريا ما شاء الله وصل التشيع لهنيك، إيران الظاهر مشغولة برش العملة إلا على شعبها. أما فرانكو فكتب: النظام يسعى لانتزاع الهوية السنية تماماً عبر تغيير التركيبة السكانية بتهجير السنة وتوطين الشيعة. أمس كانت صفحات النظام ضاجة بدورة تحفيظ قرآن حضروها 300 طفل من ريف جبلة، وكان التوجه العام ضد إقامة هيك فعاليات. طبعاً هذا بحسب رأيهم. برأيكم ليش شبيحة أسد شافوا القشة بدورة تحفيظ القرآن وما شافوا الحجر بعين التشيع وتغيير وجه البلد؟